اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. لا فراخ ولا لحمه ولا سمك النهارده. معقول يا جد شيف؟ بصراحه احنا الكاونتر قدامنا اهوت في بتنجان، في فول، في جبنه موزاريلا، في جوافه، في جوز الهند، في الحاجات اللي هي متواجده في مطبخك دايما، البصل والثوم والزبده والسمنه والحاجات اللي هي يعني المطبخ ما بيستغناش عنها. وصوره البتنجان على الشاشه بتتكلم مصري. احنا عارفين البتنجان بيتاكل مسقعه لطيفه جدا، واحنا المصريين شطار في اعمال المسقعه، ناكلها سخنه ناكلها بارده. انا هعمل النهارده مسقعه البتنجان بالطشه بس مختلفه على طريقه المغازة، هتعجبك، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. ومعانا جلاش ومعانا جبنه موزاريلا، جاي على بالي اعمل الفول بالجلاش مع الجبنه عشان الاولاد يحبوه، ودي وجبه غدا على اولادك ما يجوا من المدرسه تكون جاهزه، فيها البروتين النباتي والبروتين الحيواني. هتقولي البروتين الحيواني جاي منين؟ مفيش لحمه ولا سجق، في يا ام الجبنه الموزاريلا منتجات البروتين الحيواني. حلو الكلام؟ معانا الجوافه النهارده مع بعض هنعملها عصير بجوز الهند. جوز الهند مفيده جدا للشعر، مفيده للبشره، لها فوائد عديده، بيصنعوا منها زيوت. ايه المشكله لما نستخدمها في بعض العصائر بتاعتنا او السموزي بكميات قليله او كتيره؟ هنشوف ازاي نعمل عصير ما بين الجوافه وجوز الهند نقدر نديله طعم الفانيليا حسب الرغبه. مش عايز اطول على حضراتكم لان الحلقه بجد ما فيهاش لا فراخ ولا فيها لحمه ولا فيها سمك، ولكن فيها شغل كتير قوي للامانه. هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ولا فراخ ولا لحمه ولا سمك، مش مطبخك مش لازم تكون السفره كل يوم فيها الفراخ او اللحمه او السمك، لازم يكون عندك ثقافه المطبخ، ثقافه الطهي، لازم تكوني عارفه ايه الحاجات البديله للحوم والفراخ والاسماك. يعني مثلا فطرنا الصبح طبق فول بالزيت الحار، يعني اكلت جمبري جامبو سي فود، يعني الزيت الحار اللي هو بيطلع من بذور الكتان. بذور الكتان دي اغنى حاجه باوميجا 3، لا تقولي لي لا جمبري ولا سمك، تقدري برضه، ده وجبه لطيفه وجميله. ومعانا الفول النهارده هنعمله طبعا بطريقه جديده، ولكن خلونا في الحاجه اللي هتاخد وقت كبير، هنعمل المسقعه البتنجان بالطشه. معانا بتنجان، معانا توم، معانا بصل، معانا معلقتين من معجون الطماطم، معلقه سكر، معلقه خل، شويه كمون، فلفل حار، وشويه حب لمطبخك عشان الاكل يطلع حلو. المقادير على الشاشة، والبطل فيها البتنجان أبو قلب أبيض، مقاديرها على الشاشة. معانا بتنجان رومي طازة وزي الفل، وهقولك تشتري طازة ازاي، لأنه طبعا ده غير أنواع الخضار وغير أنواع الفاكهة، هو أسود من بره ومفيش حاجة تدل على أنه هو طازة ولا مش طازة، بس أنا هقولك ازاي تعرفيه وانت ماسكاه عند الراجل بتاع الخضار. ومعانا بقدونس ومعانا توم وبصل، حاجات اللي هي موجودة في مطبخك. حلو الكلام، نبدا نشتغل مع بعض. الزيت اخباره ايه؟ بيسخن زي الفل تمام. هناخد البتنجان الحلو ده يا عم الشيف واقول لك تشتريه ازاي واحنا واقفين مع بعض كده. البتنجانيه طبيعي ربنا سبحانه وتعالى خلقها من ضمن برضو الحاجات اللي بتطلع في زي الدرنيات، بتبقى مش متعلقه، ولكن بتبقى في هنا الزهره بتاعتها خضراء. طالما دي خضراء وزي الفل كده نعرف البتنجانيه ديت من قلبها جوه ابيض، يغركيش السواد من بره. انما لو دي سودة وتلاقيها ناشفه اعرف البتنجانيه من جوه ناشفه، دي دلاله برؤيه العين. اما برؤيه الايد او باللمس، دوست عليها بايدك كده على اللمس صباعك اعرف ان البتنجانيه بقت زي السفنجه. يعني ايه زي السفنجه؟ يعني من جوه ناشفه، في مكان ما هتدوس بصباعك هيعلم. والله الحاجات اللي بقولها لك دي روح عند الراجل بتاع الخضار وهو علمها لي نفسه، لان بتوع الخضار بيفهموا في الحاجات دي اكتر مني. فدوست على البتنجانيه بتلمع هنا معانا زي الفل اهي. لا بص تلاقيها قاسيه، صباعي ما علمش. البتنجان هتلاقيه عنده مثلا بقاله كتير، هتلاقيه ناشف من جوه، تدوس عليه تبقى زي السفنجه كده، مكان ما تحط صباعك هيعلي. انا حبيت بس انوع عن الحاجات ديت عشان البتنجان ده انا بسميه بتاع الفقير والغني. نقدر نعمل منه كل حاجه حلوه، نعمله مخلل، نعمله ايس كريم، نعمله مسقعه، نعمله مقلوبه، نعمله كبسه. البتنجان لطيف جميل، يتعمل مع الكسكسي، البتنجان ما نستغناش عنه. نصيحه استخدميه كتير، غني بالحديد، قيمه غذائيه عاليه جدا، فوائده كتير وفي متناول الجميع. هنبدأ ناخد البتنجانية بالشكل ده كده، نشيل الزهرة دي كده،
بقى انا عملته ايس كريم. ما هو البتنجان خلي بالك بيميل للسكريات. كنا زمان واحنا صغيرين ناكل البتنجان الصغير الطازه ده كده طعمه زي السكر بيتسلق. الله عليك. والله السؤال ده وجيه جدا يا شفيق. قال لي يتعمل ايس كريم ازاي؟ دي قنبله دي هتتعمل على السوشيال ميديا حكايه. المغازى عمل البتنجان ايس كريم واشوفك في البتنجان. بنجيب البتنجان الصغير نقشره زي اخواننا السنين كده لما بيعملوه مكدوس. حلو الكلام. هنسلوه في محلول حمضي. ايه هو محلول الحمضي يا عم الشيف؟ ميه وليمون ويتسلق على النار. بعد ما بيتسلق بنحطه في محلول سكري. الله عليك يا عم الشيف. يشرب السكر ده. بعد كده نصفيه بينضرب في الكبه. بقى عندنا بوريه بتنجان يخش على الكريم شانتيه والفانيليا بقى ايس كريم بتنجان. يلا بقى على السوشيال ميديا نشوف شغلنا ونطلعها اي ترند. ايه رايكم؟ وهنعمله ان شاء الله على الشاشه هنا. وحقوق الطبع لدينا وبس. واثق خطوتي يمشي ملكا. هناخد البتنجان بتاعنا الحلو ده كده ونقطعه كده. الله اكبر. حلو الكلام. انا ما بحبش اقشر البتنجان للامانه. وهبدا احمره. الشكل ده كده. وطبيعي انا مش بحب ارش ملح على البتنجان. بحمره زي ما هو كده. ليه طريقه في التحمير هعلمها لك دلوقتي واحنا شغالين مع بعض. بشيل ده كده. عايزه تقشريه برضه اهو وانت عادي واقفه. ولكن سواد البتنجان في جماله او جمال البتنجان في سواده. شوفي بتنجانية اهو. شيل ده خالص كده. حلو. هناخد البتنجان ده يا عم الشيف بعد التقطيع الحلو دي كده. كمان واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. استخدامك للسكينة على طول علشان ممكن دي تعور ايدك. ولازم لما تقطعي خضار بأحجام كبيرة زي مثلا بنجر كبير والقاسة كبيرة بتنجانية كبيرة لازم تكون السكينة في ايدك كمان كبيرة. من مصروف البيت يعني كوني حريصة انك تشتري اكسسوارات تنفعك في المطبخ زي كبة صغيرة سكينة عريضة كويسة سكينة منشار تقطعي بيها الكيكة. شفت البتنجان بتساعدك. ناخد البتنجان ده بعد التقطيع الحلوة دي كده نقف عند الزيت. كمان واحدة عينيا. هعمل لك المسقعة النهاردة بطريقة جديدة. وأقدر على فكرة أضيف لها شوية مكسرات لو أنت حابة. شوية فول سوداني، شوية عين جمل، شوية لوز يا لوز، اختياري يعني. حلو قوي. هناخد البتنجان زي ما هو كده ونعمل خلطه لطيفه كده عشان ما يشربش الزيت واحنا مع بعض. شيل ده ملوش لازمه عشان الصوره الحلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب شويه دقيق نحط عليهم شويه بهارات. ممكن تحط توم باودر، بصل باودر، بابريكا، الحاجات اللطيفه اللي انا هعملها دلوقتي. وتقلي البتنجان في قلب الزيت من غير ما يشرب منك زيت. حلوه زي ما احنا شغالين مع بعض كده. معانا الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. شوية دقيق هنا كده. كأنك بتعمل اسكالوب يعني. وهنحط على الدقيق ده شوية بهارات حلوين. من البابريكا، من الكركم، من الكمون، من الملح والفلفل. أصبحت أنا بهرت الدقيق. ونقلب دول مع بعض. ممكن تحط شوية زعتر لطاف كده تبقى لطيفة وجميلة. ده اختياري برضه. مش حابة الزعتر ماشي، مش عايزة بابريكا ماشي، بس كل ما تبهر الدقيق بتاعك كل ما بتاخد طعم. أصبح عندي شوية دقيق حلوين كده فوم فليفر وفوم طعم. عايزة تحطي بصل بودر حطي، توم بودر حطي، اختياري. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هنعمل إيه يا عم الشيف؟ ببساطة شديدة خالص هنجيب بولة تانية فيها ماء مثلج. مية ساعة يعني. حلو؟ زي دي كده.
ميه، ما عندكيش ميه ساقعه هاتي مكعبات تلج وحطها فيها، بقت ميه ساقعه دي. حلو الكلام. هنقف نحمر كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا واقفين كده بنسلة، خلي ايدينا كده، نحط دي في الميه الساقعه ونحطها هنا وفي قلب الزيت. يلا معايا بقى كده، عندك وقت؟ اهو ميه ساقعه هنا كده وفي قلب الزيت، ميه ساقعه هنا وفي قلب الزيت، ميه ساقعه زي ما انا شغال كده وفي قلب الزيت، ميه ساقعه وفي قلب الزيت. طبعا الوقت على ما بتجيبي واحده وترجعي كده بتكون الايه التحمير ده بدا، لازم تتعلمي الموضوع عشان ما ينزلش على بعض. زي ما انا بعمل كده، استني عليهم شويه. حلو قوي. طيب تاني مع بعض. يشرب زيت مين يا طيب؟ البعض بيجيب البتنجان يحط عليه ملح ويحطه في مصفى ويركنه على جنب، بعد شويه نبص نلاقي الملح خد كل الحديد اللي في البتنجان وخد كل القيمة الغذائية اللي في البتنجان ونزل بيها. طب أنا هستفيد بالبتنجان أكل إيه بقى؟ أكل السفنجة بتاعته؟ لا. فدي طريقة هي سهلة وإحنا واقفين مع بعض بنحمر البتنجان كمان شوية مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني واحدة واحدة كده علشان المفروض انت ما تنزليش بوب كلهم مرة واحدة. يا مسهل الحال. أهم حاجة شوية الدقيق اللي أنا عملته بقدر الإمكان بهريهم كويس عشان البهارات دي البتنجانية هتتبسط بيها قوي. سوري أنا لخبطت. حلو؟ حلوة التحميرة دي، حلوة الفكرة دي. زي ما انا شغال كده. يا نعم قول لي. لا في معانا لو عايز تحط تاني. طيب ارفعها لك. بص لسه تاخد محمر يعني وش، وبدأنا نحمر وش تاني يعني عايزة تعملي حسب عدد افراد الاسرة. هنجيب الصينية اللي هنشتغل فيها واللي هنعمل فيها المسقعة مع بعض زي دي كده. حلو. تعالي نعمل طشة إن شاء الله دلوقتي مع بعض بتاعة البتنجان، بس خلونا أهم حاجة تحمير البتنجان لأن كتير بيسألوا على السوشيال ميديا. شايفنا البتنجان بيشرب مننا زيت، شفنا باجي احمر البتنجان ما بيظبطش معايا. نطفي النار دي مش عايزها خالص، ولا هحطه في مصفى ولا اي حاجه، هكتفي بالتحمير كاني بحمر اسكالوب. شويه الميه اللي انا حطيتهم على البتنجانيه او الميه الساقعه لما بحط البتنجان فيها واحطها في الدقيق بتقفل المسام بتاعه البتنجان يوم ما يشربش الزيت. فكرة حلوة. وبعدين على فكرة الزيت يقعد عندك يعني ما تلاقيش الزيت خس. تبقى دايما لما بنقلب البتنجان شوية نلاقي الزيت، يعني حاطين ازازة زيت بعد ما نحمر البتنجان نلاقي الزيت اختفى. راح فين البتنجان شربه؟ خالص. أنا معاكم واحدة واحدة. عينيا. حاضر. طب نشوف البتنجان بعد التحمير إيه رأيكم؟ ماشي. أنا بس عشان بس السادة المشاهدين دي طريقة جديدة لتحمير البتنجان. اقولها تاني في عجاله كده. طبعا مش هحط تاني هنا لان انا عايز احمر دول وبعدين اعمل من جديد. واحنا مع بعض بنجيب ميه ساقعه، قطعت البتنجان مش لازم نرش عليه ملح، بعدين بجيب ميه ساقعه. ما عندكيش ميه ساقعه بتجيبي مكعبين من التلج مع شويه ميه وتحطهم على جنب، ونعمل التوبنج بتاعنا اللي هم معلقتين دي مع التوابل. توابل زي ما انت عايزه، البابريكا على كركم على كاري حسب ما انت بتحبي.
تقلبهم مع شويه الدقيق، تاخدل شريحه البتنجان تحطها في الميه الساعة، تطلع من الميه الساعة على التوبنج ده زي ما انا هعمل دلوقتي حالا وانا في الفاصل. ابص كده اهو في الميه الساعة اهي، خلاص كده البتنجانيه ساعة دلوقتي. في طريقه ثانيه انك تحطهم في الثلاجه، بس هيسود منك، ركزي معايا. لو سبت البتنجان ده لو حطيته في الثلاجه هتلاقيه اسود، نفسك هتقفل منه، فلما تحطها في ميه ساقعه كده لونها بيبيض اهي اهي، لان البتنجان غني بالحديد وبالاكسده زيه زي التفاح، لو سبناه مكشوف شويه بيسود اهو. بعد كده ننزلها في قلب الزيت. طبعا انا مش هنزل دلوقتي لان احنا عندنا ايه في الزيت، فيه بتنجان. خلينا نطلع فاصل صغير ونعيش مع التحميره الحلوه دي كده. شايفين البتنجان على الشاشه اهو بيتكلم مصري. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نشوف نكمل ازاي المسقعه بالطشه على طريقه المغازي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. مخرجنا بيقول لي بس مسقعه من غير فلفل حار وبغير حرمشه تبقى ضعيفه الشخصيه. ابن حلال ده مجهز معايا الفلفل اهو. شفت فلفل قبل كده جنب الزيت؟ بقالك تشوف البتنجان وحلاوته. بص البتنجان اه اه، سامع الصوت ده؟ حد سمع صوت البتنجان بالشكل ده كده؟ دايما نحمره نلاقيه ايه مهزول كده، والبتنجانيه ملهاش شخصيه اهو زي الفل، ولا شرب زي اهو البتنجانيه تاكلها زي الفل. حلو، هنعمل ايه دلوقتي؟ اللهم صل على النبي. لا الحلقه النهارده مميزه، مش قصه ان انا اجيب فخده ضاني ولا ديك رومي. اه بالله عليك سامع الصوت ده؟ اه هنخليهم على جنب دول ونبدا نشتغل برضو نفس القصه مع بعض كده. اه واحنا مع بعض كده في عجله نبطل هزار بقى اهو. شفت الحركه دي؟ تاني اهو، اللي ما خدش باله من الاولى ياخد باله من الثانيه اهو. ميه ساقعه، ويا سلام لو حطيت عليها عصره ليمون تبقى احسن مني. ليه الليمون؟ محلول حمضي عشان الاكسده بتاعت البتنجان. بالله عليك مخرجنا الجميل جيب لي قبل وبعد. عندك البتنجان متحمر؟ بنسى واحطه في الميه. حاضر كفايه كفايه. ميه ساقعه. ليه ميه ساقعه؟ سؤاله ظريف. الميه الساقعه بتخلي الشكل الخارجي او الكفر الخارجي للبتنجانيه يشيل من التوبنج ده. شيل دول كده بقى ورا. عندنا شوية فلفل زي دول كده. الله، في مية ساعة برضو نحطهم في المية الساعة كده ونحطهم هنا كده وناخدهم من الخلطة الحلوة دي كده نحطهم هنا ونسيبهم في قلب الزيت كده يتحمروا شويه ونشوف ورانا ايه. حلو قوي كده، انا خلصت ايه القصه دي، واشيل كل ده من هنا واروق الدنيا. مطبخك لازم يكون رايق والدنيا رايقه معاكي علشان نفسك تتفتح انك تقفي فيه. خلي بالك مهم جدا من العوامل النفسيه اللي بتلعب دور كبير جدا في انك تقفي في المطبخ تبدعي تعملي حاجات حلوه. مطبخك يكون رايق وفايق. حلو الكلام. هعمل ايه دلوقتي يا عم الشيف؟ هجهز الحله اللي هعمل فيها المسقعه. معايا على النار درجه حراره عاليه جدا، معانا البتنجان بيتحمر ياخد راحته اه في قلب الزيت اه. والله الزيت ما خس جرام اه. حلو، انا عارف انك انت كنت بتحب الالوان دي، الفلفل الملون والجمال، انا عارف ها، عشان تعرف ان انا ايه حافظك. تعالوا نعمل مع بعض الطشه الحلوه. طاسه على النار شديده الحراره مع زبده وتوم وبصله، زبده وتوم وبصله ومعجون طماطم، وناخدهم نروح عند النار وربنا يكفينا شر النار. حلو الكلام. اه زيت زيتون
طاسة شديدة الحرارة بالشكل ده كده، بنحط فيها زبدة، بنحط البصلية الناعمة، والبصلة بتتحمر. ايه المشكلة لما احط عود روزماري حلو يديني فليفر ويديني طعم بالشكل ده كده؟ الله اكبر، حلو الكلام. ننزل بالثوم بتاعنا بالشكل ده كده، الله، ايه الحلاوة دي يا عمش، ايه الجمال ده. وانا شغال كده ريحة الروزماري مع التومة والبصلة خدتنا في مكان تاني خالص. استنى عليهم هسة كده، انزل بمعجون الطماطم واشيل كل ده من هنا، وانا راجع اخد معايا شوية سكر. ليه السكر يا عم الشيف؟ عشان جوزك ياكل منها، ما تقولوش حموضة. عامل ايه النهارده يا حبيبتي على الغدا؟ بتنجان يا حاجه، مش قلت لك البتنجان ومسقعه البتنجان بيعمل له حموضه؟ لا يا ابو احمد، انا سمعت كلام الشيف وحطيت معلقه سكر على الطماطم وعلى صلصه الطماطم، فانسى للحموضه مكان بينا. هنقلب كده، الله، شفت الخلطة دي؟ فيها الروزماري، فيها التوم، فيها البصلة، فيها السكر، طلع شوية بهارات حلوين دلوقتي واحنا شغالين مع بعض واحدة واحدة. البهارات بتاعتنا يا عم الشيف، كمون، بتنجان بيتحمر في قلب الزيت، بابريكا، كركم، حلو قوي. متنساش الملح والفلفل، دي الطشة بتاعتي، والملح كنترول عليه. حلو الكلام، نقلب. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، ايه الروقان ده. زي ما هي كده. شويه ميه، يلا بينا، يلا بينا. نسيبها على النار تتكتك، دي الطشه بتاعتي. سبايسي، ما عندنا فلفل بيتحمر في قلب الزيت. مخرجنا بيقول لي ما قطعتش فلفل حار في قلبيها. طب بس انت تتقبل الحراره بتاعت الفلفل اللي بيتحمر ده. حلو قوي. هنجيب كسروله حلوه، نبدا نحط البتنجان بتاعنا الجميل، اللهم صل على النبي. شفت البتنجان؟ بص بالله عليك، بشوف الحلاوه، ده اسكالوب بانيه، ده اسكالوب بانيه مش بتنجان. بص، متحمر بقاله ساعه. شفت البتنجانيه؟ ما لزقتش في الثانيه ولا مسكت في الثانيه. الله، معانا فلفل حار، عايز اخد شويه فلفل حار من ده. حلو ده، النهارده حفله بتنجان. لا فراخ ولا لحمه ولا سمك النهارده عندنا، بس عندنا ابداع طهوي. الله اكبر، ناخد من الصلصه الحلوه دي كده، سقطها هنا. يلا بينا، يلا بينا، معايا مخرجنا حبيبي، حبيب هارتي. رجعها تاني، ناخد بتنجان اتحمر عندنا هنا ده كده. يلا، علمتك تعملي مسقعه بتنجان، محدش عملها غيرك في العيله. شفت البتنجانيه متحمره ازاي بالله عليك؟ بص 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 بص، ده اسكالوب مش بتنجان. تاني بتنجان يتقشر، شويه ميه ساقعين من الثلاجه، توبنج، معلقتين دقيق، عليهم شويه بهارات حلوين من ايدك الخمسه كده، اصابع ايدك الخمسه،
زي ما انت عايزها، كمون، شطه، بابريكا. حلو الكلام. ناخد الخلطه دي مع العود الروزماري ده، وبالف هنا وشفا. لا مش هتخش النار يا غالي، نار مين ده، هي كده فله. الف هنا وشفا، خدت مني شغل بس علمتك تعمل المسقعه النهارده بطريقه جديده. وكل ما نعمل البتنجان والبتنجان يجي ما بين ايدي، تاكد انك هتشوفيه بطريقه جديده، لان الابداع الطهوي ملوش حدود. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، بعد الفاصل هنرجع برضو للابداع الطهوي وتغيير مسار الفول، نعمل فول بالجلاش والجبنه عشان اولادنا يحبوه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، عايزين نشوف مع بعض ازاي الفول نقدمه بطريقه جديده لاولادنا. البتنجان ايه الصورة؟ البتنجان خلص خلاص اهو. حبيبي حبيبي عجبك والله العظيم، عندي احلى من الديك الرومي لانه معمول بمزاج. تاكل البتنجانيه فيها طعم البتنجان، انما انا احط البتنجان دي مدرسه المغازي بقى، واحط عليه ملح واسيبه في مصفى وارجع عليه ملوش طعم. فالبتنجان غني بالمعادن، غني بالالياف، قيمه غذائيه عاليه جدا. قدرت اقفل المسام بتاعته بطريقه ابتكاريه طهويه، وبعدين قليته في الزيت، فبالتالي البتنجانيه طالعه معايا لها صوت وانا بشيلها من قلب القلايه، وحتى بعد وهي في قلب الطشه بتاعتها زي الفل، اكلها كده تقطم معايا زي السمك الفيليه. والله.